بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم جميعا؟ افتحوا الأصوات يا شباب، كل اللي موجود يفتح الصوت بحيث أن احنا نتناقش، لأن اليوم حل أوراق العمل أو أوراق التقويم اللي معاكم، اللي عنده أوراق التقويم يطلعها الآن وحل معانا. شباب كل اللي معاه أوراق التقويم اللي هي المذكرة اللي معكم طلعوها ونحل مع بعض إن شاء الله. أفتح الصوت للجميع عشان نشارك مع بعض يا شباب، كل يفتح الصوت عشان نشارك مع بعض. كل يفتح الصوت بتاعه يا شباب عشان نشارك مع بعض كلنا. مازن السلام عليكم. كله فتح خلاص؟ طيب. الآن نبدأ مع بعض إن شاء الله في أوراق التقويم، نحلها مع بعض كلنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحصة الماضية من الوحدة الثانية، المستوى السادس، مهارات الخطابة والإلقاء. واليوم إن شاء الله بنحل مع بعض ونبدأ حل مع بعض أوراق تقويم مهارات الخطابة والإلقاء. هنشارك مع بعض ونبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، من أقرأ السؤال واللي عارف يتفضل بالإجابة على طول معايا. بنقسم الوحدة إلى قسمين، نشاطات تمهيدية، ودي أسئلة عليها إن شاء الله. الحصة الجاية هتكون حول مهارات الخطابة والإلقاء اللي هي الدرس الأساسي، أيضا هيكون عليها أسئلة بهذه الطريقة. يلا يا شباب، من مهارات الذكاء اللغوي الثقة، انتقاء المفردات، الجرأة، الطلاقة. اللي عارف يا شباب يتفضل. من مهارات الذكاء اللغوي الثقة، انتقاء المفردات، الجرأة، الطلاقة. استاذ باء. باء، حسن. انتقاء المفردات. نحل مع بعض على طول يا شباب في المذكرة اللي معنا. انتقاء المفردات. من مهارات الذكاء الذاتي الصور والتشبيهات، انتقاء المفردات، الأسئلة المعبرة، الجرأة. من يجيب؟ حاول. دال. دال، الجرأة. نعم، أحسنت. من نماذج التأثير الأربعة، الإقناع، التشبيه، التعميم، القياس. العارف يتفضل على طول يا شباب. من نماذج التأثير الأربعة، الإقناع، التشبيه، التعميم، القياس. يا شباب استاذ ألف. ألف، ألف الإقناع. نشوف، أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. إذن واحد، باء، اثنين، دال، الجرأة، ثلاثة، الإقناع. حل مع بعض يا شباب في أوراق التقويم اللي معنا. أنا ماشي بترتيب الصفحات اللي عندك في الوحدة الثانية. ننتقل إلى السؤال رقم أربعة. من أنواع الإثبات، الطلاقة، القياس، الثقة، انتقاء المفردات. من أنواع الإثبات، القياس. تثبت. هاي نشوف، أحسن، القياس، أنك تثبت كلامك بالقياس. من مهارات الخطابة والإلقاء، سؤال خمسة. من مهارات الخطابة والإلقاء، حسن الملبس، يقرأ من ورقة، الطلاقة، يقف في مكان مرتفع. نختار واحدة يا شباب سهلة يا مازن، سهلة يا شباب اللي معانا. ايه المهارة اللي هنا من خطابة؟ جيم. جيم، احسنت. جيم، الطلاقة. من مهارات الخطابة والإلقاء، الطلاقة. سؤال السادس. ما
يجب أن يفعله المتحدث في الإعداد للموقف التواصلي؟ استخدام لغة الجسد، تعابير الوجه والحركات، عدم المقاطعة، ده طبعا المتحدث وليس المستمع. المتحدث هيستخدم لغة الجسد، عدم المقاطعة، الإنصات، الفهم والاستيعاب. سهل يا شباب. ألف ألف، أحسنت. نشوف استخدام لغة الجسد ألف. إذن هذه الورقة 4 باء 5 جيم 6 ألف. ننتقل إلى السؤال رقم 7. ما يجب أن يفعله المستمعون في الإعداد للموقف التواصلي؟ سلامة الوقفات، طبعا المستمع وليس المتحدث. سلامة الوقفات، استخدام لغة الجسد، الطلاقة، عدم المقاطعة. أحد غير عمر ومازن، أحد تاني غير عمر ومازن يكون ما شارك. يلا المستمع المفروض يعمل إيه؟ دال. نعم دال. دال، أحسنت. عدم المقاطعة، وما يجب أن يفعله المستمعون في الإعداد للموقف التواصلي؟ عدم المقاطعة. كده احنا خلصنا السؤال رقم 7، دال عدم المقاطعة، هذا ما يفعله المستمع. ننتقل يا شباب اللي معاه أوراق التقويم، ننتقل الورقة الثانية اللي عندك، هنوضح الصواب والخطأ. الرؤية أو الروية، الروية والحلم من الذكاء الانفعالي في التواصل الشفهي. الروية والحلم من الذكاء الانفعالي في التواصل الشفهي، صح ولا خطأ؟ الروية يعني التأني، والحلم الهدوء وامتصاص الغضب، تفادي الغضب وامتصاص الغضب وحسن التعامل مع الناس. من الذكاء الانفعالي في التواصل الشفهي، صح ولا غلط يا شباب؟ ها؟ أي حد يقول يا شباب؟ يلا. صح. صح يا شباب، هذه العبارة صحيحة. الفراسة والحصافة من الذكاء الاجتماعي في التواصل الشفهي. فراسة إنك تعرف من وجوه الجمهور، تعرف توجه الجمهور، تعرف من وجوه الجمهور راضين ولا لأ، يعني يكون عندك وعندك ذكاء. طبعا ده من الذكاء الاجتماعي في التواصل الشفهي. اختيار الموضوع المناسب للجمهور المناسب، صح ولا خطأ؟ ها مازن؟ معنى تاني، معنى في طه. قول، رافع يدك، افتح على طول وخليك مفتوح. ها صح 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 ايه. صح، احسن، صحيح. 3، ما يجب ان يفعله المتحدث التطويل في الموضوع والخروج عنه؟ يعني يجب على المتحدث ان يطول في الموضوع ويخرج عن الموضوع. يلا يا شباب. خطأ. ها خطأ، احسنت. ما يجب ان يفعله المستمع مقاطعة المتحدث قبل ان يكمل حديثه. المفروض المستمع يقطع كلام المتحدث. ها يا شباب، يلا اللي عارف، الشباب المشاركين معنا. رقم 4، ما يجب أن يفعله المستمع مقاطعة المتحدث، صح ولا خطأ؟ خطأ الشافع. خطأ، يا سلام عليك، أحسنت. من أهداف الحديث بين الأصدقاء التسلية، لما يكون بيننا وبنتكلم مع بعض إحنا كأصحاب نتسلى، صح ولا غلط؟ 5. صح. صح. إذن 1 صح، 2 صح، 3 خطأ، 4 خطأ، 5 صحيح. هذا هو السؤال، الصواب والخطأ.
نحل مع بعض يا شباب في الأوراق اللي معنا. ننتقل إلى السؤال التالي. هذا سؤال المزاوجة. سؤال المزاوجة. اختر من المجموعة الثانية لما يناسب من المجموعة الأولى. يلا يا شباب، النقاش العلمي ناخذ ايه؟ الموضوعية والمراعاة للدقة. طيب نشوف كلامك صح ولا لا. يا سلام عليك، الموضوعية ومراعاة الدقة. النقاش العلمي ياخذ الموضوعية ومراعاة الدقة. تمام، لأنه ده علمي فيحتاج إلى أدلة ودقة في الأرقام والحقائق. اثنين يا شباب، غير زميلكم يلا المحاضرة. استخدام لغة الجسد وتعابير الوجه. طيب نشوف كلامك مظبوط. سلام عليك، استخدام لغة الجسد وتعابير الوجه في المحاضرة. طبعا المحاضرة تستخدم لغة الجسد وتعابير الوجه، جايينها من شوي. طيب غير الشباب، غيرهم يا شباب يلا. الحديث مع الأصدقاء. القدرة على التسلية وعدم الخروج. يا سلام، القدرة على التسلية وعدم الخروج عن الموضوع. يبقى معنا واحدة وهي الإصلاح بين المتخاصمين، الإنصات الجيد للطرفين بقدر متساو، يكون في عدل بين في استماعك للطرفين حتى تقضي بالعدل والحق. السؤال الثالث معنا المزاوجة والتوصيل. طيب السؤال اللي بعده، عدد مهارات التواصل الشفوي. عدد مهارات التواصل الشفوي. الجرأة والتنقيم والطلاقة واستخدام لغة انت. انت اسمك ايه يا حبيب؟ ها انت اسمك ايه؟ عبد المجيد الحربي. عبد المجيد. اهلا عبد المجيد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طيب يا عبد المجيد، اللي انت قلته ده كويس، بس ده اللي انت قلته مهارات الالقاء مش مهارات التواصل. مهارات الالقاء اللي انت قلته صح مظبوط، الجرأة والطلاقة والكلام من، لكن مهارات التواصل الشفهي لا، ديت حنجدها بالضبط في صفحة 62 من كتاب المادة العلمية. يكتب جنب السؤال كده صفحة 62 مادة علمية، وحنعرضها الآن. أول واحدة استيعاب، يلا نكتبها مع بعض. استيعاب تجاوب ورد فعل المستقبل. نكتبها شباب مع بعض ونحلها يلا في أوراق العمل اللي معنا. استيعاب تجاوب ورد فعل المستقبل. اثنين، سرعة الاستجابة لردة فعل المستقبل. يكون انت عندك استعداد لرد فعل المستقبل حينما تتحدث، وكون متوقع كمان رد الفعل قبل إلقاء المحاضرة أو قبل الإلقاء الخطبة، يكون عندك سرعة استجابة لأي رد فعل من الجمهور. ثلاثة، معرفة اتجاهات ودوافع المستقبل. تعرف الاتجاهات والدوافع ليه؟ علشان تختار الموضوع المناسب لهذه الاتجاهات وهذه الدوافع. تختار الموضوع الذي يتناسب مع هذه الاتجاهات وتلك الدوافع. أربعة، معرفة طبيعة الموقف التواصلي. معرفة طبيعة الموقف التواصلي. الموقف التواصلي هيكون إيه بالذات؟ خطبة، محاضرة، نصيحة، تسلية مع الزملاء. إيه الموقف التواصلي اللي أنت هيتكلم فيه؟ فلازم تكون عارف طبيعة الموقف التواصلي. خمسة، الإلمام بفنون الإقناع والتأثير في الآخرين. فنون الإقناع والتأثير، يكون عندك
فنون إقناع وتأثير تؤثر في الآخرين، وقلناها قبل كده زي فنون الإقناع يكون عندك الأدلة موجودة وجاهزة للاستشهاد، يكون عندك أيضا الطلاقة، ويكون عندك أيضا تلوين الصوت اللي تؤثر فيه، يكون عندك الطرفة، تستطيع أنك تستخدم الطرفة للترويح على المستمعين، يكون عندك الصورة والفيديو والأشياء اللي هي تساعد في إثبات المعلومة وجذب انتباه الجمهور، الحوار والمناقشة، تحاور طلابك أو تحاور المستمعين وتناقشهم، كل هذه فنون للتأثير على الآخرين أو الجمهور. ستة والأخيرة، تلبية واهتمام المستقبل. تلبية اهتمام المستقبل، لو وجد المستقبل كل ما يريده في كلمتك وأنك بتلبي اهتمامه وتلبي احتياجاته في كلامك، فسينتبه إليك ويقتنع ويتأثر بكلامك. دي يا شباب كانت ورقتين معنا، ورقة أوراق العمل الخاصة بي النشاطات التمهيدية. في حصة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى هننتهي من الباقي الأوراق الورقتين الباقية حول المهارات الخطابة والإلقاء. نحاول نتواجد وندعو الطلاب الباقين يتواجدوا لكي نجيب عن أوراق العمل والتقويم الخاصة بها، الوحدة الثانية مهارات الخطابة والإلقاء. نكون بهذا وصلنا معكم إلى نهاية هذه المراجعة، مراجعة على الوحدة الثانية مهارات الإلقاء والخطابة في مستوى السادس الصف الثالث الثانوي. بنشكر طلابنا المتواجدين والمتفاعلين معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، السلام عليكم. محمد. أيوة يا فندم. خلاص يا فندم.